بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في إطار الاستعدادات لشهر رمضان الأبرك واستعدادا لمراقبة شهر رمضان الأبرك، قامت اللجنة الجهوية بجهات سوس مسة تحت إشراف السيد المندوب الجهوي ومصلحة الشؤون الدينية ومراقبة الأهلة، واتصلت بكافة السادة المناديب الإقليمية بالجهة، وثبت لديها بعد مراقبة شهر رمضان عدم رؤية الهلال، وباعتبار أن الجو غائم وعدم ثبوت، وفي انتظار البلاغ الرسمي الذي ستصدره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذه المناسبة الكريمة، فنرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن ينصر مولانا أمير المؤمنين وأن يقر عينه بولي عهده وبصنبه المولى الرشيد وسائر أفراد الأسرة الكريمة، ويهنئ الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة أن يهل الله عليها هذا الشهر باليمن واليسر والبركة والتوفيق. وعليه في انتظار أن يصدر البلاغ الرسمي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن فاتح شهر رمضان الأبرك سيكون يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 ميلادية، وتقبل الله منا ومنكم. فيما يتعلق بهذه المراقبة التي أجريناها يعني قبل ساعة إلا ربعا بأكادير والجهة، فإن الجو غائم وعدم ثبوت الرؤية لحد الآن إلى حين صدور البلاغ الرسمي إن شاء الله. نعم، استحالت الرؤية بكثرة الغيوم التي عرفتها هذه الجهة هذه الأيام، وخصوصا مساء يوم الأحد بالضبط. فيما يخص اللجنة المكلفة، أي اللجنة الجهوية المكلفة تحت إشراف السيد المندوب الجهوي لجهة سوس مسا ومصلحة الشؤون الدينية ولجنة مراقبة الهلال، هي اللجنة الجهوية التي تتصل بكافة مناديب الإقليمية بجهة سوس مسا، التي تكلف كذلك لجنا للمراقبة. وعلى سبيل المثال، فإن مركز أكادير وفلا بالنسبة لمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بأكادير وغيرها من المندوبيات الإقليمية وكافة النظار، وتتلقى منهم هذه التعليمات سواء بتبويط الرؤية أو بعدمها، والكل ينتظر أن يصدر البلاغ الرسمي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.